Hi guys, welcome back to my channel. اسمي جو سعيد والنهاردة هنبدأ أول شرح للشابترز بتاع كامبل وهنبدأ بشابتر 2 Chemical Context of Life. ليه بدأنا من شابتر 2؟ عشان already شابتر 1 كان introduction وrelated بالevolution وحاجات كده. يقول لنا إن أي organism هيبقى make up أو معمول composed of matter، يعني أي organism قدامي لازم يبقى متكون لي من matter. طب يعني إيه matter؟ هي أي حاجة take space، تمام، هي بتاخد حيز او مساحه، تمام، وعندها ماس. ده شغل ابتدائي. يبقى انا عندي اي اورجانيزم، تمام، هيبقى عنده ماتر consists of or composed of matter، والماتر ده اي حاجه بتشغل حيز space او عندها ماس. فالماتر ده بيعمل لي الاليمنت اللي احنا هنتكلم بقى، ده شغلنا النهارده. طب ايه هي بقى الاليمنت؟ الاليمنتس هي اي حاجه انا ما اقدرش اعمل لها بريك داون لسمبلر اليمنتس. يعني انا لو اديتك دلوقتي بلاش اكسجين مثلا، ايرون، تمام، وقلت لك قسم لي الايرون ده لاليمنت تاني، تمام، كسرهولي لمواد تانية، هل هتقدر؟ لا مش هقدر. هو اخره ان انا قدرت اكسره لايرون، تمام. اما لو مثلا قلت لك ايرون اوكسايد يا محمد، يبقى هقدر اعمل لكم بريك داون لحاجه الايرون واكسجين. فهل ده كان element؟ لا، ده كان كومباوند اللي هناخده بعد كده. اما دول هم دول الايه؟ الاليمنت. ايه اللي بلاحظه في الكومباوند؟ ان الكومباوند هي سبستنس، بس الجزء مثلا او التركيبه بتاعت الاليمنتس اللي فيها بتبقى فيكسد ريشيو. الايرون عشان ليه فالنسي اكتر من فاريسي اللي هو فيريك وفيرس، تمام، فيا اما اف اي او لو فالنسي بتاعه 2، يا اما اف اي 2 او 3 لو فالنسي بتاعه 3. فالمهم ان انا بطلع منه ايه؟ ان هنا الكومباوند فيه فيكسد ريشيو من الاليمنتس. مش لازم الكومباوند يطلع لي البروبرتيز بتاعته شبه الاليمنتس اللي هو جاي منها. فانا عندي مثلا الصوديوم والكلورين. الصوديوم حتى كان بيتقال عليها ميمز كتير ان هو مجرد بس يكونتاكت الووتر بيحصل له اكسبلوجن، تمام. الكلورين كان من الحاجات المستخدمه في الحرب العالميه الاولى وقتل الاف الناس. لما بيتحدوا لي يعملوا لي ان اي سي ال، وعامه الميم هيظهر دلوقتي، تمام. فال ان اي سي ال ده اللي هو التيبل سولت. ده هل ليه علاقه بالكاركترستكس او البروبرتيز بتاعت التو اليمنتس اللي جاي منها؟ لا، طلع لي كومباوند متكون من فيكسد ريشيو البروبرتيز بتاعته ملهاش علاقه خالص بالبارنتال اليمنتس. ده كده بالنسبه للاليمنتس والكومباوند. نيجي بقى على عنوان جديد وهو الاسينشال اليمنتس اوف لايف، تمام. خلي بالي ان انا هنا بقول essential elements لللايف مش للهيومن، لللايف عامة. فكلامي هينطبق على البلانتس، هيطبق على البكتيريا، هيطبق على كل الفورمز اوف لايف، تمام. فبيقول لك ان انت عندك already 92 element دول naturally occur، من 20 ل 25% منهم ده اللي هم essential فعلا لللايف، وهما متشابهين ما بين الاورجانيزمز، ما بين الاورجانيزمز متشابهين، بس في شويه فاريشن. كمثال الهيومن بيحتاج 25 element، اما البلانت بتحتاج 17 element بس. فده بيبين لي ان انا ال 17 element دول هيبقوا نفس ال elements اللي موجودين من ال 25، بس ال human في ايه؟ في elements زياده، في essential elements محتاجها زياده عن ال plant. هل في elements كده بت make up ال most mass بتاعنا او بتاع living matter عامة؟ يقول لك اه، هم اربعه: carbon، hydrogen، oxygen، نيتروجين.
ودول بي ميك اب 96% من الليفنج ماتر بتاعتنا كلها، يعني اللي هم الكربون هيدروجين اكسجين نيتروجين. الباقي بقى ال 4% الباقيين، تمام، هم حبه elements جنب الكالسيوم الفوسفورس البوتاسيوم والسلفر وحبة elements كمان، بس دول الايه الموست سيجنيفيكانت يعني. طب هل كده انا كونت ال 100% بتاعت living matter؟ الماس متكون من ايه؟ يقول لك لا، انت عندك حاجة اسمها trace elements. ايه هي trace elements؟ التريس elements يقول لك هي عبارة عن elements، تمام، الاورجانيزم بيحتاجها. يبقى انا الاورجانيزم هل هو محتاجها ولا لا؟ محتاجها، تمام، بس الفكرة ان هو محتاجها في minute quantities، بأحجام وكميات صغيرة جدا، لدرجة ان هي totally ما بتكونش غير 0.01% من الهيومن بودي ويت. فانت متخيل ان الاليمنتس كلها التريس اليمنتس دول ما بيكونوش كلهم على بعض غير 0.01%، بس التغير في الكميات دي مؤثر جدا وسيجنيفيكنت جدا وليه حاجات امراض كتيره ممكن تحصل بسببها. طب ايه هما؟ هما بنجمعهم جمله كده عشان نفتكرها يعني. هي ان كندا I met Zeus mother coming from sunny California. Then both spent vacation. In Canada I met Zeus mother. في كندا قابلت Zeus mother. لو حد عارف القصة الكاملة بتاعت Zeus ممكن يكتبها في الكومنتس، بس هو حاجة من ال great mythology عامة. Coming from sunny California, then both spent vacation. فإن بنرمز لها بال iron، كندا اللي هو الكبر، بناخد أول حرف من كل كلمة، I هي أيودين، مت منجنيز، مغنيسيوم جاي، زيوس زنك، ماذر لا مولي ما تلخبطش الناس، موليبجين coming cobalt from fluorine sunny selenium California chromium T بتاعت then هي التن القصدير both boron spent silicon vacation vanadium. يبقى trace elements كلهم على بعض هم iron copper iodine manganese zinc molybdenum cobalt fluorine selenium chromium tin boron silicon vanadium. In Canada I met Zeus mother coming from sunny California then both spent vacation. عايزين فعلا مثال ان الـ trace elements هي مهمة جدا، وان هي مجرد التغيير في الكمية بتاعتها بيأثر على الحياة. عندنا ابسط مثال الايودين، الايودين deficiency او ان هو الايودين يزيد، الاتنين بيعملوا لي حاجة اسمها greater، تمام، greater ان هو تلاقي ادي اهو مثلا الرقبة، هنا المفروض عندي الثيرويد جلاند، دي الثيرويد جلاند،
بتدي هرمونز، انا ماليش دعوه بالهرمونز دي دلوقتي. المهم الايودين بيأثر لي على الديفيشنسي او ان هو يزيد الكميه بتاعت الايودين في الجسم، بيأثر لي على الثيرويد جلاندي فيخليها ان هي تورم لي، فيبان ان فعليا ادي اهو الرقبه بعد ما كانت كده، فالرقبه تبان كده متضخمه كده، لكنه حرفيا عنده كيسين كده. فده هو اللي بسبب ايه، زياده او نقصان الايودين في الجسم. دلوقتي النسب بتاعه الكومباوندز، الاكسجين، الكربون، الهيدروجين والنيتروجين، تمام، ده حرفيا ترتيبهم حتى بالنسبه بتاعتهم او الماس بتاعهم او البرسنتج اوف هيومن بودي ويت، يعني النسبه اللي بيشاركوها من وزن الجسم الكلي. فبلاقي ان الاكسجين واخد لغايه 65%، الكربون 18.5، الهيدروجين 9.5، النيتروجين 3.3. طب سؤال مهم، ايه السبب اللي مخلي الاكسجين واخد 65% من الويت بتاع جسم الانسان؟ ممكن توقف الفيديو وتكتب في الكومنت شايف التفسير ممكن يكون ايه. عامة التفسير لده ان انا عندي الووتر هي اهم حاجة موجود في جسمي، بتيك اب 60% من الهيومن بودي، يعني 60% من الجسم الانسان هي ووتر. هتقول لي طب ماشي الووتر H2O، يعني انا كده المفروض ان ال H هو الازيد مش الاكسجين، تمام؟ ادام انت بتقول لي ان هو السبب في الاكسجين ان هو زايد الووتر، هقول لك لا، عندك الويت، الاتوميك ويت بتاع الهيدروجين كام؟ 1. الاتوميك ويت بتاع الاكسجين 16. فعلشان كده الويت بتاع الاكسجين في الجسم اكتر بكتير من الهيدروجين، اضعافه حرفيا بسبب الووتر ان هي 60% من الجسم الانسان، كمان ان الويت بتاع الاكسجين اصلا كبير اكتر من الهيدروجين، فحتى ان هو ضعفه في الكومباوند ده الا انه برضو ان هو ال 16 دي عشان هي 16 ضعف عوضت يعني الموضوع. طبعا احنا كده خلاص اتكلمنا من الجزء من بره ان هو احنا خدنا الاليمنت، فناخد بقى من مايكروسكوبيك ليفل، اصغر حاجه في الاليمنت هي ممكن تكون ايه؟ البيلدينج يونت بتاعت اي اليمنت ايه؟ او ماتر؟ الاتوم، صح؟ فانا هنتكلم النهارده بقى كده، هنكمل بقى مع الاتوم والكيميكال بروبرتيز والبوندز وايه هي انواع البوندز والحاجات دي كلها. فهي الاتوم هي اصغر حاجه في الماتر اللي هي ستيل بتحافظ على البروبرتيز بتاعت الاليمنت نفسها. تمام؟ يبقى انا اخدت الاتوم كده هلاقي ان هي فعليا عندها البروبرتيز كلها بتاعت الاليمنت، واي كانها الاليمنت فعليا، رغم ان هي الاتوم هي البيلدنج يونت بس هي عندها سب اتوميك بارتيكلز. يبقى انا عندي سب اتوميك بارتيكلز. ايه هم سب اتوميك بارتيكلز؟ حاجه اصغر من الاتوم، عارف لما بنقول تحت مستوى كذا، تمام، او اقل من مستوى كذا، تمام، فهو اقل من مستوى الاتوم نفسها، اصغر منه. العلماء اكتشفوا لحد دلوقتي اكتر من 100 تايب من البارتيكلز دي، تمام. هل انا يمني ال 100 دول كلهم؟ لا، عشان هم اغلبهم اصلا بروديوسد ارتفيشالي، تمام، زي اصلا زي ما قلنا فوق ان احنا العلماء اكتشفوا 92 element، ده اللي موجود في النيتشر، اي element بعد كده فهو معمول artificially. زي نفس الحوار، فالسب اتوميك بارتيكلز تمام قدروا يطلعوا اكتر من 100 تايب. بس انا يهمني ايه الاساسي في الاتوم؟ هما ثلاثه، النيوترونز، بروتونز، والكترونز. فالنيوترونز عندهم تشارج ولا لا؟ نيوترونز من اسمهم هم نيوترال، يعني ما عندهمش تشارج. البروتونز من اسمهم برضو اول حرف بي يبقى بوزيتيف تشارج، والالكترونز نيجاتيف تشارج. يبقى انا لو قلت لك ادي عندي اهو، ادي اهو النيوكليس وحواليها الالكترون، هنا عندي النيوترونز والبروتونز وهنا عندي الالكترونز، فالنيوكليس كده
التشارج بتاعها ايه؟ بوزيتيف عشان فيها بروتونز بس. النيوترونز خلاص مش بتاكونت للتشارج اصلا عشان هو نيوترال، هو بينفرد بنفسه. اما البروتون هو اللي هيعمل لي التشارج بتاعت النيوكليس دي، النواه دي، وبيلف حواليه الكترونز اللي هي نيجاتيف تشارج. يبقى انا لو قلت لك النت تشارج بتاعت الاتوم بوزيتيف ونيجاتيف يبقى نيوترال، يبقى انا في الكونديشن الطبيعيه الاتوم بتكون نيوترال. يبقى تاني اهم حاجتين نعرفها، ادي عندي النيوترون والبروتونز هما بيعملوا لي ايه؟ النيوكليس، او ساعات بنقول عليها الاتوميك نيوكليس، يعني هي بتدل على الاتوم او بنبجل منها اللي هو النيوكليس بتاعت الاتوم، هي بتتقمص ساعات فنقول لها الاتوميك نيوكليس. تمام، دول موجودين في النواة كده قاعدين في النص هنا. تمام، حواليها بقى زي غيامة، تخيل ان كل ده عامل زي ظل. تمام، هو ده الالكترون، هو عامل ضباب حوالين النيوكليس من كتر ما هو بيلف بسرعة. تمام، فاللفة دي عملت لي ايه؟ زي ضباب. طب نتخيلها ازاي؟ انا عندي دلوقتي مروحة السقف، المروحة دي انت شايفها اهو كل ريشة في مكانها، اول بقى ما تيجي تلفها وتشغلها وتلف بسرعة فبتلاقي ان هو ايه؟ ما بقتش شايف الريش خالص، بقت عاملة كده اكنها ايه؟ كلاود. تمام، نفس الموضوع في الالكترونز، الالكترونز عشان هو بيلف بسرعة عالية فانا مش بقدر احدد اصلا مكان الالكترون ده من كتر ما هو بيلف في كلاود دي، بس انا باستيميت اكتر وقت بيقضيه فين حوالين النيوكليس، ده اللي انا بعمله الشكل لما ناخد بعد كده في الاوربيتال، او هي الافريج ديستنس اللي هو النيوكليس بيقضي فيه، فهو مش مكانه فعليا، يعني انا الالكترون مش بيمشي كده في داير، هو بيمشي كهيئه كلاود، فكل ده متاح لي ان هو يمشي فيه حوالين النيوكليس. طب كده اخدنا الاماكن بتاعت الحاجه، طب الماس بتاعت الاتوم متكونه اكتر حاجه من ايه؟ انا عندي النيوترون بيساوي 1 ام يو، والبروتون برضو بيساوي 1 ام يو، او هنسميه حاجه تانية اسمها دالتون. يعني ايه ام يو دي؟ اتوميك ماس يونت، ام يو اتوميك ماس يونت. انا من كتر ما هو الماس ان انا عايز اقيسه في الاتوم المفروض يبقى خلاص اللي هو حاجه مايكروسكوبيك ليفل خالص، فلازم يبقى ليها وحده قياس ليها لوحدها، فهي دي الاي ام يو او الدالتون، الاثنين نفس الحاجه طبقا لاسم عالم يعني. اما الالكترونز نفسهم الماس بتاعهم 1 اوفر 2000 اي ام يو، فهل انا هاخد الماس بتاعت الاتوم من الـ الـ 1 اي ام يو ده ولا من الـ 1 اوفر 2000؟ يبقى انا الاتوميك ماس مينلي معمول لي من النيوترونز والبروتونز، وانا بنجلكت الماس بتاعت الالكترونز. نيجي بقى لمثال ازاي اكتب اتوم، فهلاقي ان الاتوم هي بتريبريزنت حرفيا انا بشوف اسم الاليمنت ايه. تمام، وبكتب الرمز بتاعه زي الصوديوم، الصوديوم الرمز بتاعه ايه؟ ان ايه. تمام، ده متاخد من ايه؟ مش من صوديوم اكيد، يعني مفيش ان ايه من صوديوم، هي واخد من اللاتين نيم بتاعه ان هو ناتريوم. وامثله من دي كتير بقى، يعني انت لو مشيت في الكيميكال لو مشيت في البريوتيك تيبل هتلاقي بلاوي. عندي مثلا هناخد الهيليوم الرمز بتاعه اتش اي، لو انا عايز الاتوميك نمبر بتاعه ايه هو الاتوميك نمبر؟ تمام، هو النمبر اوف بروتونز، يبقى انا دي اول حاجه هكتبها الاتوميك نمبر، الان او دي اختصار لنمبر، الاتوميك نمبر دي اختصار الاتوميك نمبر دي ايه؟ ده النمبر اوف بروتونز. تمام، اقدر اقول عليه النمبر اوف الكترونز؟ اقدر، هو النمبر اوف بروتونز اور نمبر اوف الكترونز، بس في حاله واحده، هو النمبر اوف بروتونز اور نمبر اوف الكترونز في الاتوم في الجراوند ستيت بتاعتها او في النيوترال ستيت بتاعتها، يعني الاتوم ما انحرفتش، ان الاتوم ما طلعتش لبره. تمام، يعني ما ادتش الكترون حته هنا او ما اخدتش الكترون من حته هنا، ما لفتش على حل شعرها. من الاخر انا لما قلت لك في الاول ان انا بروتونز في نيوكليس وحواليها الكترونز، وده اللي مخلي لي ان الاتوم نيوترال تشارجد،
ليه؟ علشان النمبر اوف بروتونز اللي موجودين في النيوكليوس بيساوي النمبر اوف الكترونز اللي بيلف حوالين النيوكليوس، تمام؟ فده اللي مخليها لي ان هي ايه؟ نيوترال تشارجد. فعشان كده انا اقدر اقول ان الاتوميك نمبر هو نمبر اوف بروتونز او نمبر اوف الكترونز، بس فين؟ في الجراوند ستيت. طب انا عايز اشيل الكونديشن دي، يبقى هقول النمبر اوف بروتونز بس، يبقى انا الاساسي بتاعي ايه؟ نمبر اوف بروتونز. يبقى انا الاتوميك نمبر اول ما اشوفه ايه؟ لو بقى قال لي ان هي في جراوند ستيت او هي مش ايون، يعني ما خسرتش الكترون او ما زادليش الكترون عليها، فاقدر اقول ان هو كمان النمبر اوف الكترونز اللي بيلف حواليه. الهيليوم فيه اثنين بروتونز بس، وبيلف حوالي اثنين الكترونز في الجراوند ستيت او في النيوترال ستيت بتاعه. يقول لك بعد كده عندي بقى الماس نمبر. ايه هو الماس نمبر؟ هو النمبر اوف بروتونز زائد النمبر اوف نيوترونز، تمام؟ زي ما انا بقول ايه؟ الماس نمبر زي ايه؟ ان انا بعد الحاجات اللي هي بتعمل لي الماس بتاعت الاتوم. في الماس نمبر هو السم بتاع النمبر اوف بروتونز والسم بتاع النمبر اوف نيوترونز. عندي مثلا الهيليوم فيه 2 نيوترونز، تمام؟ ف 2 بلس 2 ايكوال 4. فكده انا الرمز اللي انا بكتبه السيمبل بتاعه حتى هتلاقيه في البريودك تيبل كده HA42، 4 فوق السبسكريبت اللي بيبقى موجود في البريودك تيبل. الفور بتبقى فوق كده سوبر سكريبت مكتوبة فوق، أما التو بتبقى سب سكريبت، يبقى ده سب ودي سوبر سكريبت، والاتنين ليفت للسيمبل، تمام؟ هنا بقى في مشكلة. لو جيت في البريودك تيبل وشفت الهيليوم هتلاقي مش 4 بس، هتلاقي مكتوب هنا رقم كده ومش 4 بس، 4 بوينت مش عارف بلا بلاهات كده، تمام؟ او مثلا 3.9 بلا بلاهات، وات ايفر بقى الرقم المكتوب. المهم ان هو مش 4 بالظبط، تمام؟ فهنا بقى مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا ان في حاجه تانية اسمها اتوميك ماس. الاتوميك ماس ده انا اقدر اعمل له ابروكسيميشن واوصل للماس نمبر، بس ايه اللي مخلي الاتوميك ماس ده ديسيمال؟ يعني مثلا انا لو اخدت الصوديوم، فالصوديوم مكتوب عليه كام؟ مكتوب عليه 22.9898 دالتون، رغم ان الماس نمبر بتاعه الماس نمبر بتاعه بيساوي 23. فده ابروكسيميشن، ده الابروكسيميشن بتاع ده. بس ايه اللي مخلي ده بقى كسر كده كبير؟ حاجه مور سيجنيفيكانت اللي هي ايزوتوبس. نفس الاليمنت، انا بحب الخص الحاجات دي كده، نفس الاليمنت، وادام نفس الاليمنت يبقى نمبر اوف بروتونز ثابت، علشان لو انت غيرت النمبر اوف بروتونز فالاليمنت بيتغير، النمبر اوف الكترونز ما بيتغيرش، يبقى نفس الاليمنت نفس البروتون نفس الالكترونز، بس عدد النيوترونز هو المختلف. كمثال، اكتر مثال هو الكربون، فهو عنده كام؟ عنده 6. وات ايفر بقى الماس نمبر، هنا بقى المشكله اللي هتختلف فيه، ما هو النمبر اوف بروتونز ادام اختلف، يبقى مين اللي هيختلف كمان؟ الماس نمبر. ده اللي هيختلف لي. الاساسي اللي بنشوفه هو كربون 12، ده موجود بنسبه 99% في النيتشر، بس هل هو الوحيد؟ لا، هيقول لك كمان في كربون 13، ده 1%، 7 نيوترونز، ده فيه 7 نيوترونز، والاخير هو كربون 14 وده فيه ال 8 نيوترونز، وده الريرست اندر واحد فيهم كله. فهل انا بقى لما اجي احسب انا عايز اتوميك ماس، هل احسب على الاتوميك ماس ده ولا ده ولا ده؟ هل ينفع؟ فباخد الافريج بتاعهم، علشان كده بلاقي كسور في الاتوميك ماس، فاحسب الافريج اتوميك ماس ازاي؟ F1 M1 بلس F2 M2 بلس، كمل بقى هو في كام ايزوتوب، عشان اكيد هما مش ثلاثة بس، لغاية ما توصل لاخر واحد اللي هو FN MN. طب ايه ال F وال M ده يا عم الحاج؟ بص، ال F ده الفراكشن
اللي بيمثل نسبة وجوده في الطبيعة، يبقى الـ fraction of natural abundance. يعني هنا مثلا هيبقى كام؟ هنا هيبقى 0.99 مثلا، هنا هيبقى 0.1، هنا بقى اشوف 0.0 كام بقى، فاهمني؟ فده الـ fraction of natural abundance، هضربه في الـ في الـ M1 اللي هو الماس نمبر اللي انا عندي هنا، يعني هنا هضرب 0.99 في ال 12 و0.1 في ال 13 و0.0 بلا بلا دي في ال 14، وده بيبقى اسمه عامة، يعني هو ده average بس اسمه weighted average، هي حاجة في الاستاتستكس يعني. ال weighted average باخد متوسطهم على حسب قيمة كل واحد، أهمية كل واحد، عشان كده هو weighted average، زي أكني بوزن كل واحد. عشان كده أنا مدخل ال fraction بتاع ال natural abundance، مش واخد بس العدد اللي ما خدتش مثلا 14 و13 و12 وقسمته على عددهم، لأ. طب ما هو أنا في ناس في isotopes نسبة وجوده كبيرة قوي، في واحد ما في ايزوتوبس مش يكاد اصلا ما بشوفوش، فما ينفعش ان انا اسويهم في بعض في بالافريج العادي اللي هو السام على النمبر، ما ينفعش. فبنعمله بحاجه اسمها الويتد افريج، تمام، اللي هو اف 1 اللي هو الويت بتاع الحاجه في الحاجه نفسها. فهنقول مثال، مثلا انا عندي الكلورين ليه اكتر من ايزوتوب، فانا لو قلت لك ان هو 75.77% منه في 35 AMU atomic mass unit، والباقي اللي هو 24.23% في 37، تمام، بقول مثال يعني. فاحسب لي الـ average atomic mass unit بتاعه، الـ average atomic mass بتاع الكلورين. فهعمل ايه؟ احوله الاول ده لـ fraction، فهشيل الـ percentage دي. times 37، شوف بقى يطلع اي هباب، تمام. المهم ان هو ايه؟ هيبقى الـ average atomic mass بتاعة الكلورين. بس هنا بقى في مشكلة، هل النيوكيوس تقدر تستحمل لي النيوترونز اللي قاعدة تزيد دي في النيوترونز اللي قاعدة تزيد في الاتوم؟ هل هتقدر تستحمل؟ تخيل انت مثلا حاطط أوضة، الأوضة دي قاعد تدخل فيها ناس، تدخل فيها ناس، تدخل فيها ناس، هتيجي في ليميت، تمام، والاوضه تبقى مكتظه خالص لدرجه ان هو مثلا يفتحوا الباب عشان يطلعوا حد بالعافيه، صح؟ نفس الموضوع، النيوكليس بتيجي عند ليميت وتكون محتاجه ان هي تطلع بارتيكلز من جواها من كتر ما هي مضغوطه، بنسميه راديو اكتيفيتي، الاشعاع، تمام. طب هتقول لي ايه علاقته بالايزوتوبس؟ هقول لك ان انا مثلا لما قلت لك مثال الكربون كان عندي C12 C13 وC14، وعلى فكره ده الطريقه اللي بيتكتب فيها الاتوميك ماس بتاعت الايزوتوبس او الاليمنت، علشان انت كده كده الكربون انت عارف هو 6 6 بروتونز، فانت الفرق معاك ايه؟ هو الاتوميك ماس، او بمعنى اصح الماس نمبر، فهو بيكتب سي شرطه الماس نمبر، فسي 12 سي 13 سي 14. المهم فانا هقول لك ان سي 12 وسي 13 دول ستيبل عادي زي الفل، و5 على 5 على 5 والدنيا زي الفل، او 10 على 10 وات ايفر يعني. سي 14 ده بقى هو الان ستيبل. Thank you.